السلام عليكم، ازيكم يا جماعه، اخباركم ايه؟ سليمان خاطر سنه 1985 كان بيقضي فتره خدمته في منطقه راس برقه بجنوب سيناء، واتفاجئ بدخول فوق سياحي اسرائيلي للمنطقه اللي هو بيخدم فيها، والمنطقه دي في الفتره دي كان محظور وجود المصريين او الاسرائيليين فيها. الراجل طبق التعليمات وقال لهم ممنوع تواجدكم في المنطقه دي، وبرغم كده محدش استجاب لتحذيره واصروا على دخول المنطقه. طبعا سليمان ادى دوره بانه اطلق بضعه رصاصات في الهواء كنوع من التحذير ويرضعهم ويرجعهم، ولكن كان لا حياة لمن تنادي، هم مصرين على دخول المنطقة، بل والأكثر من كده وعلى حسب أقوال شهود الواقعة إنهم قاموا باستفزاز سليمان، فما كان من الأخير إلا إنه صفى المجموعة الفوج اللي داخل منطقة خدمته، كانوا 5 أشخاص وقيل في رواية تانية 7 أشخاص. اتضح فيما بعد للتحقيق وما أعلنه الجانب الإسرائيلي إنهم عميد في المخابرات الإسرائيلية وطاقم الحراسة التابع ليه. وطبعا انتوا تقدروا تعرفوا أكتر عن الواقعة بكتابة اسم سليمان خاطر في بحث جوجل، وهتشوفوا الواقعة لأن في ناس كتير اتكلمت عنها، وزي ما قلت لكم الكلام ده من سنة 1985. فلو انت فاكر ان اللي حصل من محمد صلاح العسكري المصري اللي قام بقتل 3 إسرائيليين ان دي المرة الأولى أو هتكون المرة الأخيرة، تبقى غلطان. جايز كوباية الشاي بتاعتك أو بالنسكافيه أو فنجان القهوة، تعالى أحكي لك عن المسلسل البايخ المستفز، واحكم انت. الحكاية ابتدت أثناء وجوده في نوبة حراسته بمكان خدمته، اتوضأ ووقف يصلي وكان موجود على الطرف الثاني من مكان خدمته على الحدود مع الكيان المحتل 7 مجندات الجيش الإسرائيلي، قاموا بالتريقة عليه والسخرية منه أثناء صلاته. الكلام ده كان سنة 97 في نقطة الباكورة، ونقطة الباكورة دي لها حكاية، وهي إن معاهدة السلام اللي بين الجانبين الأردني والكيان المحتل، كان الكيان حريص جدا في المعاهدة دي انه يجعل من منطقة الباكورة منطقة منزوعة السلاح ومؤمنة تماما واعتبرها كمزار سياحي، ويقدر الإسرائيليين انه يزوروها بأمان تام في اي وقت ووقت ما يحبوا، ولكن يشاء القدر ان حظهم ونقول العاسر يوقعهم في طريق العسكري الحر احمد الدقمصة اللي ما قبلش الإهانة ومجرد سخرية مجندات الجيش الإسرائيلي عليه، قام بسحب أجزاء سلاحه الميري وصفر المجندات 7 مجندات قام بتصفيتهم بالكامل. ملك الأردن واللي كان في زيارة لإسبانيا في الفترة دي أول ما بلغته الأخبار قام بقطع الزيارة والرجوع وأمر باعتقال العسكري أحمد الدقمصة، وفعلا سافر لإسرائيل علشان يقدم اعتذار لأسر الضحايا، وده طبعا غير التعويضات اللي دفعها لهم. أما الدقمصة تحول لبطل شعبي، حتى إن رئيس هيئة الدفاع عنه كان وزير العدل الأردني بنفسه، كان طبيعي أو بديهي إن يصدر عليه الحكم بالإعدام، ولكن صدر الحكم بالمؤبد. وهنا الكلام ما عجبش لا دولة ولا حكومة الكيان، اتسألوا إزاي ده قتل 7 ولازم يتعدم، هو ده القانون؟ وهنا قامت الخارجية الأردنية بإصدار بيان وقالت معلش والله ده طلع مجنون وبيعاني من مشاكل نفسية واضطرابات في السلوك، وليس على المجنون حرج بقى هنعمل فيه إيه؟ المهم كان أي كلام علشان يخرجوا الولد ويحموه ويخرجوا بيه خارج دائرة الإعدام. شوية وقت ومجلس النواب الأردني بالإجماع طلب من ملك الأردن العفو عن أحمد الدقمصة، ولكن الملك رفض، وبرغم هذا الرفض إلا إن أحمد الدقمصة ما قضاش المدة كاملة أو المؤبد كامل 25 سنة، تم الإفراج عنه وقالوا حسن سير وسلوك. وهنا هنلاقي إن الشعب الأردني بالكامل كان مستني الدقمصة على باب السجن،
وبرغم كل الوقت اللي مر وعدى اكتر من 20 سنه الا ان الشعب الاردني ما نسيش اللي الراجل ده عمله، حتى ان الجيش الاردني قام بعمل سياج حوالين البلده بتاعته منعا لدخول اي شخص غريب اليها وخوفا عليه من الاغتيال ومن اسلوب الموساد المعتاد من انهم يصفوه او يقوموا باصطياده. الحكايه الثانيه في المسلسل كانت سنه 87 بعد اللي عمله سليمان خاطر سنه 85 تحديدا 25 نوفمبر سنه 87. كان في ليله زرقاء في انتظار الخيال، ليلة سودة هيشوفوا فيها اللي ما شافوهوش في كوابيسهم، وهي الليلة المعروفة عندهم أو اللي سموها ليلة الطائرات الشراعية. تتجمع في أعلى نقطة بوادي البقاع في لبنان أربع مقاتلين عرب الساعة 2 الفجر، كل واحد مع طائرته الشراعية ركبها واتجه بيها في محاولة لاختراق الحدود اللبنانية الإسرائيلية. الأربع مقاتلين دول كان منهم اثنين فلسطينيين لحد النهاردة محدش يعرف حتى أساميهم، وهقول لكم ليه، ولكن الاثنين التانيين كان منهم واحد تونسي وهو ميلود ابن ناجع، الثاني سوري وهو خالد محمد أكر. أربعة قبل ما يبدأوا عمليتهم كانوا متأكدين إنها رحلة بلا عودة، عملية انتحارية من الآخر بسيارة شرعية هتوديهم لكن مفيش رجوع، الموضوع منتهي، لأن بمجرد هبوط طائراتهم الشرعية في قلب دولة الكيان المحتل مفيش رجوع، يعني ميت ميت. اثنين الفلسطينيين مشكلة تقنية حصلت في طائراتهم ما قدروش حتى إنهم يعبروا الحدود اللبنانية ويدخلوا الحدود الإسرائيلية، فوقعوا في قلب الحدود اللبنانية، وعلشان كده محدش لحد النهارده قدر ان هو يتعرف عليهم او يعرف اسمائهم. اما بالنسبه للفدائي التونسي فبرضه تعرضت طيارته لمشكله فنيه وسقط في المنطقه العازله المسيطر عليها الجيش اللبناني الجنوبي، والجيش ده بيدين بالولاء لجيش الكيان المحتل، ورغم تعطل طيارته وسقوطه في المنطقه المسيطر عليها الجيش اللبناني الجنوبي نتج عن كده اصابته في رجله، وبرغم اصابته حمل على نفسه وقام علشان يستخبى، الا ان الدوريات الاسرائيليه رصدت هبوط الطائرة واتحركت بسرعة في اتجاهها لميلود ابن الناجع، وبرغم الإخفاق والإصابة إلا إنه لم يستسلم، بالعكس قام واشتبك وقاول ووقع خمسة منهم لحد ما بقى القوات حصرته واتمكنت من قتله. مفضلش معانا غير البطل السوري خالد محمد أكر اللي قدر إن هو يسيطر على طيارته لحد ما حطت بيه في معسكر من معسكرات الجيش المحتل اسمه معسكر غيبور، ونزل البطل مستتر بظلمة الليل ومتسلح ببندقية كلاشينكوف آلي ومسدس مزود بكاتم للصوت، وبمجرد ان عساكر الخدمه شافوه تبولوا على انفسهم، فجاه وبدون اي مقدمات لقوا واحد لابس اسود في اسود وفي وسطهم، وعمال يقتل فيهم واحد ورا الثاني وكانه ملك الموت اللي جاي بس علشان يحصد ارواحهم بلا اي رحمه. وفي الليله دي قدر البطل الفدائي السوري خالد محمد بكر ان يوقع اكثر من 37 عسكري وضابط اسرائيلي ما بين قتيل وجريه، اتحفر اسم العمليه دي في ذاكره شعب وقيادات الكيان المحتل باسم عملية الطائرات الشراعية أو ليلة الطائرات الشراعية، ولحد النهاردة خبرائهم العسكريين بيوصفوها بأنها من أكثر العمليات المرعبة اللي تعرض لها جنود جيش الاحتلال. الحكاية اللي جاية بقى بعد كده كانت مع عسكري مصري، العسكري كان اسمه أيمن محمد حسن، الكلام ده حصل سنة 1990 في مكان خدمته على الحدود مع الأراضي الفلسطينية المحتلة، شاف عسكري من عساكر الكيان بيطلع من جيبه على مصر ويمسك فيه جزمته، أيمن شاف المنظر ده والدم جالي في عروقه، طلع على مكتب قائد الوحدة وحكى له عن كل اللي شافه من عسكري الكيان المحتل، وأما القائد لما لقاه منفعل العملية جايبة آخرها معاه، اداه وقال له إنه هيعرض الأمر على مركز القيادة في القاهرة، اطمن يا أيمن وما تقلقش وارجع نقطة حراستك. رجع أيمن من عند القائد بعد ما هدي وعدى يوم واثنين وثلاثة وأربعة، وطبعا مفيش أي حاجة حصلت، أيمن كان متخيل إن القائد بتاعه هيرجع يقول له اسمك الأجزاء واقتل العسكري ده يا أيمن، ولكن ده طبعا ما حصلش، يرجع تاني نفس العسكري ده ومعاه علم مصر، لكن المرة دي معاه مجندة إسرائيلية، يقوم بفرد العلم هاتك لحب وجنس وآخر قلة أدب، أيمن شاف المنظر وافتكر مذبحة المسجد الأقصى اللي كان في وقت أوكرانيا، إن الواقعة دي اتقتل فيها 21 واتصاب 150، أيمن كل ده اتجمع في دماغه وأخذ قراره وقال خلصت، لكن قتل العسكري اللي أساء لعلم مصر لوحده مش كفاية، لازم حتى لو هو هيموت ياخد معاها 10 أو 20 قصاد اللي حصل في مذبحة المسجد الأقصى. نزل أيمن بالليل من محطته في راس النطع بوادي سهل القمر لحد ما قدر يوصل للحدود الإسرائيلية واخترقها، ووصل لنقطة كان محددها عند منطقة سير الدوريات الإسرائيلية، وارتكز في نقطة في قلب الحدود الإسرائيلية أو زي ما بنقول خلف خطوط العدو، خلف خطوطهم، والنقطة اللي اختارها أيمن دي كانت موجودة في تجويف جبلي على بعد 30 متر من ملف صخري
المفروض ان الدوريات الاسرائيلية بتهدي علشان تلف من عنده. كانت الخطة اللي هو رسمها انه من مكانه هيضرب سواقين عربيات الدوريات، وبالتالي اي عربية سواقها هيقع او هيتقتل او على الاقل هيتصاب، هتلبس الصخور وهتقف، وهينزل اي منجري 30 متر بسرعة يصطاد اللي جوه العربية قبل ما يفوقوا من تأثير الصدمة او المفاجأة، وقبل ما يفهموا او يعرفوا ايه اللي بيحصل. شوية وظهرت اول عربية، حاول ايمن انه يظبط وضعية نومه، وضعية انبطاحه ورقدته، لكن خزن السلاح اللي كان معلقة على صدره ضايقته. فاثناء حركته العسكري الاسرائيلي اللي كان سايق العربية لمح راسه، فضغط على البنزين علشان يعديه بسرعة، ولكن بطلنا ايمن لحقهم وقام بسرعة وغربلهم بثلاث دفعات من سلاحه الالي، وتمكن انه يخلص العربية بكل اللي فيها. وهنا تحصل مفاجأة خارج حسابات بطلنا، وهي ظهور عربية جيب بالاثنين جهاز، وده ببساطة يعني ان العربية دي تابعة لجهاز المخابرات الحربية الاسرائيلية امان. وظهور العربية دي كان صدفة، لان خلال ترتيب ايمن للعملية في 46 يوم السابقين ما رصدهاش تماما. 46 يوم فضل فيهم يراقب تحركاتهم ويرصد ويخطط ويوضع خطته بناء على الابجديات اللي هتؤدي اليها مراقبته. 46 يوم بيراقب تحركاتهم، لكن هو بالنسبه له ما كانش فيه اي مشكله، هو كان حاطط في حساباته مبدا الارتجال، بمعنى اللي هيقع في ايده هيصفيه، اي حد هيقع في ايده هيصفيه. فتعامل البطل مع الجبهه بسرعه، قام بتبديل خزن سلاحه وضرب ثلاث دفعات على تلفزيون العربيه من على مسافه 25 متر، وفضلت العربيه ماشيه لحد ما توقفت على بعد 4 أمتار من ايمن. نط ايمن على بوز العربيه علشان يقوم بتطهيرها. كانت المفاجاه الاكبر في انتظاره ان اللي موجود داخل العربيه عقيد مخابرات حربيه في جيش الاحتلال. ولما اعلنت دوله الاحتلال عن ضحايا العمليه، عرف ايمن ان العقيد ده كان واحد من 5 مسؤولين عن تامين مفاعل ديمونه النووي، يعني يعتبر 6 سنين، يعني حاجه عظمه من الاخر، وراسه تسوى كتير. مفيش وقت الاتوبيس اللي بيوزع العساكر على اماكن ادمتهم ظهر، وتعامل ايمن معاه بنفس الاسلوب. 3 دفعات قتل السواق وطلع غرب كل اللي راكبين الاتوبيس. كده كل اللي فاضل اتوبيس الظباط ده غير العسكري اللي مسح جزمته بعلم مصر، لحد دلوقتي ايمن ما لمحوش. ولكن لما ظهر اتوبيس الظباط السواق هدى سرعته علشان سمع صوت طلقات من الاشتباك اللي فيها، وشاف اتوبيس العساكر مضروب. فايمن بقى متاكد انه لو وقف او هدى والظباط قدروا انهم ينزلوا وينتشروا على الارض هيكون فرصه تصفيتهم شبه معدومه. طيب يعمل ايه؟ فظهر ايمن لانه مصاب ومشي ببطء في اتجاه الاتوبيس اللي جاي عليه. اتوبيس الظباط، وخلي بالك هو كان معتمد على انهم مش هيقدروا يميزوا لبسه بالليل، خاصه ان ده كله تم فتره الليل او فتره وجود الظلام. وفعلا هم لما شافوا قدامهم واحد مصاب وبيقرب ببطء اطمنوا وقربوا اكتر، وبمجرد ما قربوا لمسافه تسمح لهم بتمييز لبس ايمن العسكري المصري، ما استناش ايمن وبدا وفتح النار غرب للسواق واللي جنبه اللي كانوا قاعدين في اول الاتوبيس. ولكن ولان الاتوبيس ماشي ببطء، قدرت 7 من الظباط انهم يتبادلوا اطلاق النار ويبداوا ينزلوا ويشتبكوا مع ايمن. وبرغم كده وبرغم الفارق العددي قوة التسليح، إلا إن بطلنا قدر يصفيهم. وبمجرد ما خلص عليهم وبيتضير علشان يرجع، كانت المفاجأة. يرجع فين؟ يرجع لمكان مخبأه. كانت المفاجأة لأنها كانت ليلة المفاجآت، وكان في انتظاره مين؟ مين اللي لقى في وشه؟ لقى العسكري الإسرائيلي اللي مسح بعلم مصر جزمته. أيمن بمجرد ما لمحه على بعد 6 متر فتح عليه النار لحد ما خزنت جمهوريته فضيت، ولدرجة إن التقرير اللي خرج عن دولة الاحتلال بعد كده عن الواقعة دي قالت إن العسكري ده استقر في صدره 16 طلقة، منهم 11 في القلب. العملية دي كان نتيجتها قتل 21 ضابط وعسكري، وده غير إصابة 20 غيرهم. طيب وبالنسبة لبطلنا ما كانش فيه إصابات، أيمن اتصاب في ناحية الشمال من دماغه نتيجة طلقة احتكت براسه من الناحية الشمال، لكن في النهاية دخلش ورجع على رجليه للحدود المصرية وسلم نفسه لوحدته. حكايتنا الأخيرة كانت يوم 3 يونيو 2023 عملية الفهد ريسكو. إسرائيل صحيت على صريخ وعياط وخوف ورعب، إيه يا جماعة في إيه؟ اتضح ان في عسكري مصري اسمه محمد صلاح لم يتعد ليفربول، محمد صلاح تاني، مجند امن مركزي قدر في الفجر انه يخترق الحدود الاسرائيليه واللي هي متامنه بسور حديد وكاميرات مراقبه ونقط حراسه وكلاب من اشرس الانواع وليله كبيره. وبرغم كل التحصينات دي قدر يعدي ويخترق كل الفرح ده. وما خلصتش على كده، لا ده اعلن عن وجوده، وده بانه اشتبك مع مجند ومجنده، ومش بس كده ده صفاهم وكمل لمسافه 5 كيلو في قلب العمق المحتل لحد ما الامر وصل لتل ابيب، والقياده قامت بارسال طائره بدون طياره عشان تصوره ويقدروا يحددوا مكانه. وفعلا السلام عليكم، كلام دي لكل اسرائيلي بنسخه، راجع الجيش النهارده،
لمحوا على الحدود ركبوا على العمود ده جمهورية مصر العربية. قدروا انهم يصوروه وحددوا مكانه، ولانه لابس بدلة عسكرية لونها اسود افتكروا انه تابع لقوات المقاومة حماس، وقاموا بعتوله وحدة كاملة من الجيش الاسرائيلي علشان تقبض عليه، وحدة كاملة علشان تقبض على عسكري واحد. ولكن كانت المفاجأة في انتظارهم، اشتبك معهم ووقع منهم واحد وكده بقى المجموع ثلاثة، وتقوم قيادة الارقام بعت تعزيزات من القوات الخاصة اللي هو كل الهلومة اللي فاتت دي مش عارفة تقبض عليه او توقعه، بل وتمكن من انه يوقع ثلاثة منهم فبعت لنا القوات الخاصة بقى. وفعلا توصل قواتهم الخاصة لقدر محمد انه يوقع واحد منهم قبل ما الزخات تخلص، وتقدر القوات الخاصة الجيش الاحتلال انها تقتله ويقابل والد ربه شهيد. وهنا حضرتك لازم تدرك معايا حاجات في قمة الاهمية. اولا انك بعسكري واحد سواء مصري او تونسي او سوري او اردني قدرت انك ترعب جيش كامل المفروض انه نسمي نفسه الجيش الذي لا يقهر. عسكري واحد بيخليهم يعملوها على روحهم وبيسبب وبيسيء وبيوقع منهم بالدستة. حاجة تانية ان في فرق التعامل مع الشعوب وفرق في التعامل مع الحكومات والاوساط الرسمية، وتطبعهم مع الكيان لا يعني قبول الشعوب، انتم غير مرحب فيكم. اغف توب على كل خبغين، يعني مش عارفين نتلكها من وين ولا من وين. بطل في امان نهائيا، لا على حدودنا مع سوريا ولا حدودنا مع لبنان ولا حدودنا مع مصر ولا حدودنا مع الاردن. اليوم الجندي الاسرائيلي بيفضل الانتحار على انه يشتغل على اي حدود بعد اللي صار اليوم. كل جنودنا خايفين ومرعوبين، علشان هيك انا بوجه نداء لكل جنودنا وضباطنا، اسمعوا كلامي، خلونا كلنا نهاجر من هاي الارض. كل جنود العالم على حدودهم عايشين في امن وامان الا جنودنا. اليوم الجند المصري، بكره الجند الاردني، بعد الجند اللبناني، بعد الجند السوري، والله اعلم شو مخبانا. اتذكروا معي بس، اتذكروا ايمن حسن جندي مصري قتل 27 اسرائيلي، احمد دكامسي جندي اردني قتل 7 اسرائيليين، سليمان خاطر جندي مصري برضه قتل 5 اسرائيليين، خالد اكر مقاتل سوري قتل وسبب اكثر من 37 جندي اسرائيلي، مولدي بن لومه مقاتل تونسي قتل 5 من جنود في الشمال. أسأل شيء للجنود المصريين والأردنيين أنهم يخلصوا على جنودنا وبكل بساطة. ليش؟ لأنه الجيش تبعنا الموكر حاطت قوة مختلطة من الجنود المجندات على الحدود المصرية وعددهم قليل جدا، ما بتوقع أنه خالد تخ عليهم. وعلى الحدود الأردنية مجندات فقط، تخيلوا، على الرغم من أنه الحدود مع الأردن هي الأطول، يعني سهل ينتخوا من جنود المصريين والأردنيين. في المقابل، على حدود غزة حاطين فرقة عسكرية كاملة مكونة من 3 ألوية وكتبتين مدرعات، غير منظومة الإنذار المبكر والجدار الأمن الهائل وأشياء تانية كتير. لكن إذا ما عرف السبب بطل العجب. أنقذنا. كل اللي حصل وعملته العساكر سواء سوري أو تونسي أو مصري أردني بالنسبة للشعوب هم أبطال، أما بالنسبة للحكومات والحكام فالموضوع مختلف. وخليك فاكر هنا في مصر من اسكندرية لأسوان من بعد النكسة كان فيه في كل بيت شهيد، وعلى رأي إخواتنا الصعيدة لينا عندهم طار، يعني الموضوع ما خلصش على كده. كل الحكاية إن ولادنا فاكرين وهيفضلوا فاكرين ومش هينسوا أبدا إن أنتم سرقتوا البيت وقتلتوا صاحبه، ودي قانونا سرقة مقترنة بقتل وعقوبتها في قانون الإعدام. وإذا كانت إسرائيل لها حسنة واحدة قدرت إنها تعملها أو تزرعها، فهي إنها وحدت كل شعوب العرب وزرعت في قلوبهم كراهيتها. وهنا سؤالي ليك وعاوزك تجاوبني في كومنت تحت، اللي عملوه العساكر سواء أردني أو سوري أو مصري أو تونسي صح ولا غلط؟ ما تنساش اللايك والشير. أشوفكم على خير، سلام عليكم. وصلنا